خلينا بقى نروح للمعشوق لينا جميعا النادي الاهلي. حضرتك شايف موسم النادي الاهلي السنه دي عامل ازاي في ظل ان انت كسبت 5 بطولات وثالث العالم وخسرت الدوري العام المصري؟ يعني النادي الاهلي معودنا على البطولات. أيوة. اسلام وهذا ليس بجديد على نادي الاهلي. الاداره بتسلم اداره والسيستم موجود والبطولات موجوده. فالاهلي لما يخسر بطوله بتكون فتره استراحه محارب لا اكثر ولا اقل. أيوة. وانا لي راي بخساره الدوري. يمكن الاهلي دفع ثمن ضغط المباريات، دفع ثمن فوزه بدوري ابطال افريقيا، دفع ثمن اخطاء تحكيميه فاتحه وكانت واضحه. لكن ما بدنا نعلي على هذه الشماعه، خلينا نقول الاهلي استراحه محارب. ونحن معودين كل 5 6 بطولات دوري للاهلي بتزمط وحده، يعني ما في مشكله. واللي فاز ب 42 لقب سابقا يعني جاهز ليفوز ب 43. أيوة. واللي عم يحصل بالانتقالات ولجنه التعاقدات بالنادي الاهلي بعتقد قامت بعمل جبار، وتحديدا انا بانتظار اللاعب ميكيستيون اللي كنت بتمنى اشوفه بالاهلي وتحقق هالطلب، لانه لاعب راح يكون فلته الشوط برايي انا. يعني كل الانظار على باب تساو، انا منتظر ميكيستيون يكون هو فلته الشوط بالنادي الاهلي الموسم المقبل. فاتوقع الاهلي يكون صاحب اليد الطوله بالبطولات القادمه، من كاس السوبر المصري لكاس السوبر الافريقي واستعاده لقب الدوري باذن الله. يا رب ان شاء الله.